شلون تستقبلين عندي وانت داخل المخيمات؟ والله استقبلنا مثل ما بس اقول لك ما مثل ببيوتنا. جو جهال مثلنا بالبيت، نطيهم العيدانيه ونقول لهم ادعونا ان شاء الله نرجع على ديارنا والحمد لله. الحمد لله. وانتوا سلمونا على هنا بتلجيف برشيديه وبرشيديه هنا اخوتنا. عرفتش ترجع؟ ليش تبكي؟ ابكي هن نصهم كل واحد بديره مصاره. ما توي عيالنا بجو الانقاذ الله يمكن شهرين بيت حمايه 13 نفر. ظلوا شهرين جو الانقاذ ما طلعوهم وما شفناهم احنا هنا بالمخيم. وسع اختي 11 نفر. ببابلي مش هم ما نعرف عنهم كل شيء، ميتين طيبين ما نعرف. والحمد لله. على كل حال الحمد لله.